فين وفين دول انا ما بنروح الحصه اللي فاتت. اللي ما كتبش الحصه اللي فاتت في تجميع الانتستاينال فلورا هتعمل سنسس لاربع حاجات الجي 2 والنايسين اللي هو البي 3 والبي 6 والبي 9 كله كتبها ماشي طيب هنا فوق الانتستاينال فلورا الانتستاينال بكتيريا فلورا هتعمل سنسس لاربع حاجات ايه هما الاربع حاجات دول الجي 2 والنايسين والبي 6 والبي 9 خدنا الكلام ده الحصه اللي فاتت البي 9 اللي هو الفوليك اسيد طيب نبدا بقى ان شاء الله الحصه النهارده هنتكلم على الاربعه فيتامينز المهمين اللي قلت لكم اللي هم الووتر سولبل الووتر سولبل فيتامينز المهمين اللي هم ايه اللي هم الثيامين الثيامين ده في اخرها ايه اللي هو البي 1 هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله ده مهم في الامتحان وفي كمان المايوسين المايوسين اللي هو ما فيش في اخرها ايه اللي هو بي 3 او مكتوب عندكم في الكتاب بي بي اف اختصار ايه بي بي اف بلاجرا بريفنتنج فاكتور لانه بيحمي من البلاجرا وبعدين في كمان الثالث اللي هو الفيتامين سي الفيتامين سي وبعدين في الرابع عندنا اللي هو الفيتامين بي 12 اللي هو السيانو كوبولامين او الفيتامين بي 12 كل واحد من دول هنتكلم على ثلاث حاجات بيجوا في الامتحان هنتكلم على البري ديسبوزنج فاكتورز اللي بتعمل ثيامين ديفيشنسي والمايسين ديفيشنسي والفيتامين سي والفيتامين بي 12 ازيك يا دكتور عبد الرحمن الحمد لله على السلامه وهنتكلم على المانيفستيشنز 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 بتاع الثيامين ديفيشنسي و المانيفستيشنز بتاع المايسين ديفيشنسي والفيتامين سي والفيتامين بي 12 وهنتكلم على البريفنشن يبقى الجدول الاولاني الثلاث صفحات دول دول اهم ثلاثه ووتر سولبل فيتامينز ده الجدول الاولاني القصه سهله يعني مش طويله اول حاجه هنتكلم عليها اللي هو الثيامين ديفيشنسي الثيامين اللي هو البي 1 الثيامين ديفيشنسي بتعمل حاجه اسمها البيري بيري البيري بيري انا بفتكر كده ان بي 1 بتعمل بيري بيري وموجود في حاجه اسمها البيل بيل يعني ايه بيل يعني قشره الرز احنا بناكل الرز احنا لسه بادئين اهو الصايمين بناكل الرز بعد ما بنقشره في حاجه اسمها طحن الرز يعني ايه الرز الحبايه او الغله بتروح تطحن وتقشر ويطلع منها الايه الرز تمام بيطلع بقى الرز كل ما بتطحن الرز جامد وبتغسله جامد ست البيت تقعد تغسله جامد تحت الميه بيشيل كل الخير اللي في القشره بيشيل كل الخير اللي في الرز لان ساعات عليه حاجه بودره بيضه كده دي جايه من القشره فاهمين الكلام فالثيامين موجود في البودره البيضه دي موجود في قشره الرز طيب فاحنا عايزين نتكلم على الثيامين نبدا بقى اللي جه متاخر انا هشرح ايه النهارده عاملين جدول هنتكلم على الثيامين ديفيشنس والمايسين ديفيشنس والفيتامين سي ديفيشنسي والفيتامين بي 12 ديفيشنسي هتكلم على ايه في كل واحد ايه الحاجه اللي بتعمل الديفيشنسي وايه الاعراض بتاعه الديفيشنسي وازاي نعمل ديفيشنسي جدول سهل خالص جدا يعني اول حاجه الثيامين الديفيشنسي بتاعته بتعمل ايه فيري فيري الاول ايه السورس بتاع الثيامين في انيمال وفي بلانت الانيمال سورس اللي هو الميت والاورجان ميت والايج يوك صفار البيض مثلا وعندنا في بلانت البورسس يعني البقوليات سيريالز الحبوب النطس المكسرات يست الخميره فده السورس بتاع الثيامين ما
مكتوب في الكتاب ان الملك اسبور في الصايمين. ففي تجميع الملك بور في خمس حاجات. الصوم لو سمحت. الملك بور في خمس حاجات. بور في الصايمين اللي هو اخرها ايه؟ الملك بور في خمس حاجات. الصايمين و الملك بور في خمس حاجات. الصايمين والمايسين والفيتامين سي والفيتامين دي والايرون. الملك بور في خمس حاجات. الصايمين والنياسين والفيتامين سي والفيتامين دي والايرون. وريتش بحاجتين. ريتش فيه بي 2. بي 2 ده جزء موجود في الميلك والريتشيز اللي هو الكالسيوم والكالسيوم. يبقى ريتش في البي 2 والكالسيوم. طيب نبدا بقى بنتكلم على الصايمين. وقلنا السورس بتاعه كلمه بولسز يعني بقوليات سيريالز الحبوب نقص الكسرات واهم حاجه الكمين. طيب نبدا بقى في الكلام المفيد. اول حاجه نقص الصايمين بيعمل بريبين. ايه بقى البريديسبوزنج فاكتورز؟ احنا عاملين ثلاث طريقات. اي بريديسبوزنج فاكتورز هنتكلم على ثلاث حاجات. اول حاجه التايب اوف دايت نوع الاكل تايب اوف دايت. ثاني حاجه وريد الطبخ الكوكينج ميثود. ثالث حاجه الهوست فاكتور. ايه نوع الاكل اللي يعمل بريبين؟ قال الرز. اشمعنى الرز يا دكتور؟ ليه الرز اكتر حاجه؟ لان احنا قلنا ان البري الصايمين موجود في عشه ايه؟ الرز. واحنا بناكل الرز بعد ما مات من اشهر. فعشان كده في الصين واليابان اللي بياكلوا رز بس عرضه ان يجي لهم ايه؟ بري بري. لكن احنا في مصر بناكل رز مكرونه عيش. وصلت الفكره؟ يبقى اول حاجه التايب اوف ايه؟ اوف دايت. هاتوا هنا الرز. فهنا الرز واثنين انكريز زائد اثنين انكريز. اول انكريز اللي هي ايه؟ الدكتور غيث الاوفر ميلنج والاوفر بولشنج. اوفر ميلنج يعني طحن الرز قوي. حتى ساعات تلاقي الرز ما طوش منها حتت. ده في رز احسن من نوعيه احسن من نوعيه. فكل ما طحنت الرز قوي وكل ما غسلت الرز قوي اوفر ميلنج اوفر بولشنج بنشيل طبقه الصايمين الحلوه اللي عليه لان الصايمين موجود في البيت في قشره الرز. الانكريز الثانيه قال لي انكريز الاماونت اوف كاربوهيدرات ان دايت. كل ما كنت بتاكل كارب كتير معرض ان يجيلك صايمين ديفيشنسي. اشمعنى؟ لان الصايمين مهم عشان خاطر الايه الكربوهيدرات ميتابوليزم بيدخل في الانزيم سيستم ان كارب ميتابوليزم. فعشان كده اللي بياكلوا كربوهيدرات كتير هتزيد الريكويرمنتس فور صايمين. هتزيد الريكويرمنتس فور صايمين. تاني انا بتكلم على الصايمين ديفيشنسي بيعمل ايه؟ بيري بيري. هتكلم في كل مرض عن ثلاث حاجات وما تسرحوش. اول حاجه الريسك فاكتورز. فاحنا قلنا التايب اوف دايت. ثاني حاجه الميثود اوف كوكينج. في عندنا ثلاث حاجات بيكسروا الصايمين اللي في الاكل اي بي سي. ايه اللي هي؟ ايه هي الكالز؟ زي حاجه اسمها الصوديوم بايكربونات بيكربونات الصوديوم اللي بتعملوا بيها الطعميه. فبتكسر الصايمين اللي في الاكل. البي اللي هي البيكنج باودر بتاعت الكيكه. والسي اللي هي الكامينج او الكوكينج ويز اكسسيف هيت لما نسوي الاكل قوي او نهري الاكل قوي. كل الحاجات اللي بتكسر الفيتامين بي 1 اللي موجود في الاكل. تاني يبقى انا بتكلم على الحاجات اللي بتعمل بيري بيري. ثلاث عناوين كبار التايب اوف دايت قلنا رز وايه وانكريز حاجتين انكريز الكارب والاوفر مينج والاوفر بولش. تاني حاجه قلنا الميثود اوف كوكينج اللي هي اي بي سي. ثالث حاجه الهوست فاكتور. مين هم الهوست فاكتور اللي معرضين يجي لهم صايمين ديفيشنسي؟ الفانرابل جروبس. وقلت لكم قبل كده الحصه اللي فاتت ان كلمه فانرابل جروبس يعني ناس عندهم زياده محتاجين زياده في الريكويرمنتس او الهارد ورك. زي حضراتكم كده ان شاء الله لما تقعدوا بقى تذاكروا لما عايشين ايه امتحانات تمام هتعتبروا هارد وركرز. فلازم تاكلوا كويس وتتغذوا كويس عشان تبقى ايه تبقى الامور كويسه. حتى الخبر المشترك ولا ايه؟ ايه البتاع؟ طيب هو في لسه شويه ممكن نشتغل ولا هيخلص؟ مش مهم. طيب نعم. طب ممكن معلش يا محمد الخبر المشترك. هو الجدول نزل النهارده ده اللي هو الفاينل النهائي ولا لسه في تعديلات؟ كويس. خلاص يا محمد هو
طب نكمل لو سمحتم لو سمحت عشان ما نضيعش وقتنا. لو سمحتوا يا جماعة يا دكاترة حد مش معايا الورق بتاع الحصة؟ طيب معلش الدكتور بيسألني بيقول ازاي الكربوهيدرات تايب بيزود الريكويرمنتس فور سايمين. السايمين مهم عشان خاطر الميتابوليزم بتاعت الكربوهيدرات، فكل ما حضرتك بتاكل كارب كتير فتحتاج ايه سايمين اكتر عشان الميتابوليزم. فالكربوهيدرات انكريز الكربوهيدرات في الاكل هيزود ايه؟ هيزود الريكويرمنتس فور سايمين. ركزوا معايا بس نص ساعة وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. نص ساعة بس تركيز بعد اذنكم يعني. يبقى احنا قلنا اول حاجة التايب الطيب الرايس، ثاني حاجة الميثود اوف كوكينج قلنا بتكسر بالاي بي سي، بعد كده الهوست فاكتورز. نيجي بعد كده نتكلم على المانيفستيشنز اوف البيري بيري. في عندي لو انتوا فاكرين في البايو كان في نوعين من البيري بيري، في الويت والدراي. فالويت اللي هو اول اثنين اللي هو ايه الايديما مع الكاردياك مانيفستيشن، هو اصلا حصل ايديما عشان الكاردياك مانيفستيشن. يبقى اول نوع الويت في ايديما في الفيس واللور ليم وفي كاردياك مانيفستيشن، تاكي كارديا بالبيتيشن بالكارديا بين هارت فيلير، ده اسمه ويت تايب. بالمناسبه ممكن واحد يبقى عنده فيري بيري ما عندوش كاردياك مانيفستيشن اصلا، يبقى نوع ثاني خالص اسمه دراي تايب. يبقى مانيفستد على مستوى الايه السنترال نيرفوس سيستم والبريفيرال نيرفوس سيستم. على مستوى السنترال نيرفوس سيستم ده اسمه بريفيرال تايب، في سنترال وفي بريفيرال. على مستوى السنترال نيرفوس سيستم يبقى في علاقات كتير جدا، انسومنيا ديبريشن اريتابيليتي ايز فاتيجابيليتي، حاجات سنترال كلها نتيجه نقص الفايتلز. لو طفل مش عارف يركز ولا يذاكر ممكن بقى على مستوى البريفيرال نيرفوس سيستم لو في سيفير ديفيشنسي يدخل في ايه في بولينيرايتس وباراليسيس، ده المانيفستيشنز بتاعت البيري بيري. قلت لكم اللي جه متاخر هيجي لك كل حاجه من دول بيجي سؤال واحد من ثلاث حاجات تعرفها، الحاجات اللي بتعمل الديفيشنسي والمانيفستيشن بتاعت الديفيشنسي والبريفنشن. طب احنا عاملين سكيما للبريفنشن بس انتوا مش واخدين بالكم ان البريفنشن عندي يا اما جنرال بريفنشن يا اما حاجه اسمها نيوتريشنال ايدوكيشن او نيوتريشنال سبلمنتيشن او نيوتريشنال فورتيفيكيشن. طب الجنرال ايه؟ لو انت عايز تكتب حاجه في الامتحان اللي هي كلمه سكن وبصه اللي احنا قلنا سيرفي وكير وحاجات كده. طب يعني ايه كلمه نيوتريشنال ايدوكيشن؟ نفترض يا عم انت في ناس شفتهم جاي لك العياده او بيطلبوا منك النصيحه عشان ايه، واحد طفل جاله بيري بيري وانت عايز تنصح اخواته ما يجيبوش بيري بيري، تقول له ايه؟ تقول لهم ايه؟ تقول لهم اول حاجه لو سمحت استخدموا الهول جرين الغله، حبايه الغله كامله الجليله، لان احنا قلنا ان البي 1 قبل ما تيجوا موجود في القشره، فخدوا الحبايه الكامله الهول جرين او الفلاور الدقيق لان الدقيق عباره عن الحبايه كامله مطحونه، او حطوا بران حطوا بران رضع على العيش. يبقى انا بنصح الناس بكده. ممكن انصح الناس ان هم ياكلوا انيمال فود لان احنا قلنا ان من ضمن الحاجات الغنيه بالصايمين الميت والاورجان ميت، مش كده؟ مش ده الكلام بتاعنا، والايج والبولتري والكلام. تالت حاجه انصحهم افويد الاوفر ميلينج والاوفر بولشنج، ما يكسروش الرز قوي وما يطحنوش الرز قوي. رابع حاجه افويد الاي بي سي، افويد الاكس، افويد البيكنج باودر، افويد الكوكينج ويز اكسسيف هيت، افويد الكانينج. كل ده اسمه كل ده نيوتريشنال ايدوكيشن. نيوتريشنال ايدوكيشن يا دكتور عمرو هو هيلثي ايدوكيشن بس يختص بالنيوتريشن. طب في حاجه اسمها سبلمنتيشن، يعني ايه سبلمنتيشن؟ يعني ندي فيتامينات. مين الناس اللي تاخد فيتامينات؟ الفندر جروبس ياخدوا فيتامينات. في حاجه اسمها فورتيفيكيشن، يعني ايه فورتيفيكيشن؟ هات حاجه زي مثلا ايه الويت فلاور او الرايس وحط عليها ييست عشان الييست غنيه بايه؟ بالصايدين. يبقى فورتيفيكيشن اوف الرايس او الويت فلاور باي صايدين باي ييست او صايدين اللي هو فيها صايدين. ده اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي ان هو بيعمل حاجه اسمها بيري 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 بيري. لكن التوكسيستي مش مهمه زي الديفيشنس. التوكسيستي زي اي فيتامين توكسيستي اخذناها هيديك ممكن هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ويكنس فلاشينج هوب فلاشينج. طيب نيجي بعد كده نتكلم على المايسين. بيسموا المايسين يا دكتور عبد الرحمن اللادرا ايه هو السورس بتاع المايسين؟ بس حضرتك هو مش الفيتامين دي جروب ده
الفيتامين كلها ووتر سيبل فايتامين. ولو الانتاج زياد مش بتاخد الكيك زياده الا اذا حصل اسموتيك دايريا فالايه الابسوربشن بيقل. تمام؟ يعني تنزل في اليورين لفتره معينه في الفتره بتاعت الاسموتيك دايريا، لكن لو الانتاج وصل اكتر عدى الاسموتيك دايريا هيحصل امتصاص مع الاوفر دوز. نيجي نتكلم على النايسين. السورس بتاع النايسين هاتوا كده السايمين زائد فلورا انتستاينال فلورا. يعني ايه السايمين؟ قلنا في انيمال واحد بلانت وقلت ايه سينسايزد باي فلورا. مش انا مالف في اول الحصه ان البكتيريا فلورا بتاعنا اربع حاجات بتسينسايز ايه الكي 2 والبي 3 والبي 6 اللي هو البايلوكسين والبي 9 اللي هو الفوليك اسيد. طيب الملك احنا برضو قلنا الملك بور مالف في اول الحصه الملك بور في خمس حاجات مالفهم في اول الحصه الصايمين والنياسين والفيتامين سي والفيتامين دي والايرون. ندخل في المفيد على طول. نقص النايسين بيعمل ديزيز اسمه ايه؟ باللارج. هاتوا في داون اهو باللارج. يبقى انا يهمني ايه في الامتحان؟ هيجي لي ايه في الامتحان؟ ايه الحاجات اللي بتعمل باللارج؟ نيجي هنا على السكيما. ايه التايب اوف دايت اللي بيعمل باللارج؟ المراض الذره. كان اللي بيعمل بيريبيري كان الايه؟ الرايس. لكن المراض الذره. اشمعنى الذره او الميز بيعمل باللارج؟ الذره ما اقصدش الذره المشوي، ممكن الذره المشوي. بس انا اقصد دقيق الذره. كان زمان في الفلاحين عشان دقيق الذرة رخيص بيعملوا العيش والفطير من دقيق الذرة بدل دقيق القمح. ولسه دلوقتي خلاص ليه الذرة بيعمل ليه الذرة بيعمل نايسين ديفيشنسي؟ اول حاجه عشان الذرة فيه نايسين انباوند فور، يعني النايسين اللي في الذرة لا يمتص. دي اول حاجه النايسين اللي في الذرة لا يمتص. ان الذرة بور في التريبتوفان، والتريبتوفان ده هو البريكيرسور بتاع مين؟ النايسين. وان كمان الذره فيه كمان حاجه اسمها باللاكروجينيك فاكتور. اشوف كمان ان المشكله في ايه؟ ان الذره فيه باللاكروجينيك فاكتور ماده اسمها 3 اسيتايل بايريدين، يعني ماده بتقلل كمان الابسوربشن بتاع النايسين. يبقى اول حاجه الذره. نيجي نتكلم على الهوست فاكتورز. مفيش كوبري ديمستر. نيجي نتكلم على الهوست فاكتورز. البلاكرا يا جماعه كومون في الفارماس، في الفارماس والناس اللي عندها في الهرسيا، لان الهرسيا بتعمل مال ابسوربشن سندروم وبتقلل الابسوربشن بتاع الايه النايسين. فالهوست فاكتورز هنا انا كاتب اول حاجه ميل، يعني راجل بيشتغل في الغيط هارد وركر، فارمر بيشتغل فلاح وبيتعرض للشمس، وبعد كده الحاجه اللي بعد كده ان هو ايه عنده بالهرسيا وعنده مال ابسوربشن سندروم. ده الهوست ايه الهوست فاكتورز. طب ايه اعراض البلاجرا بقى؟ نيجي نتكلم على اعراض البلاجرا. 3 دي اللي احنا عارفينهم. البلاجرا بتعمل 3 دي ضياريه ودمنشيا ودرماتايتس. بتلاقي دايما الدرماتايتس في السبعه بتاعت الجلابيه دي، بتلاقي في درماتايتس في السبعه دي وايه سيمتريك في ايديه سيمتريك بتاعت درماتايتس. عشان نمنع البلاجرا الاول في حته مكتوبه في الكتاب اسمها ابيديميولوجي اوف بلاجرا. بيقولوا تتخيلوا البلاجرا اكتر في الصعيد ولا في الدلتا؟ لا في الدلتا اكتر اهو. ليه بقى؟ مكتوب هنا ان البريفلنس بتاع البلاجرا في الصعيد أبر إيجيبت، يعني الصعيد جنوب مصر، يبقى 5%. لكن في الدلتا، دلتا اللي هي لور إيجيبت 1/10%. معنى كده إن في الدلتا البلاجرا أكتر مرتين ضعف في الصعيد. مكتوب في الكتاب واي اكتبهم، لأن زي آد بران تو بريد في الصعيد بياكلوا العيش اللي إيه؟ اللي عليه ردة. بيحطوا ردة على العيش، والردة غنية بالإيه؟ بالنايسين. يبقى زي آد بران تو بريد. طب دلوقتي في الدلتا إحنا قلنا البلاجرا أكتر، لكن دلوقتي بدأت تقل فين؟ في الدلتا. ليه بدأت تقل في الدلتا؟ برضه مكتوب في الكتاب واي. فهنكتب عشان الجنرال بريفنشن. الجنرال بريفنشن زي ايه بقى الجنرال بريفنشن؟ انا هقوله دلوقتي. بصوا يا جماعه لو جينا نتكلم على البريفنشن احنا ماشيين حسب السكيما. في جنرال بريفنشن وفي نيوتريشنال ايدوكيشن وفي سبلمنتيشن وفي فورتيفيكيشن. الجنرال بريفنشن اللي هو ايه؟ مش انا قلت فلاح عنده بالهرسيا؟ فرقم اربعه ايه في الجنرال بريفنشن؟ نعالج الباثولوجيكال كونديشنز والجاسترونترايتس والباراسيتيك ديزيز. طيب نزرع بولسز وسيريس كالتيفيشن اوف بولسز اند سيريس. مش احنا قلنا ان ده مصدر غني للنايسين؟ نربي بول تايب انيمالز بريدنج، يعني تربيه بول تايب انيمالز. مش ده مصدر غني؟ مش ده انيمال سورس؟ ونديهم فلوس عشان يشتروا الاكل، يبقى سوشيال ايكونوميك ديفلوبمنت وسانيتري انفايرمنت. طب لو انت يا جماعه في ناس فلاحين فارمرز وعندهم باللاجر وجولك العياده في الوحده الصحيه في البلد وطالبين من حضرتك تعمل لهم ايدوكيشن نيوتريشنال ايدوكيشن، هتقول لهم ايه؟
هتقولهم استخدموا الويت فلاور، يوز الويت فلاور انستيد اوف المينز فلاور، يعني اعملوا العيش بتاعكم من دقيق القمح بدل دقيق الذرة. وننصحهم ان هم يستخدموا او يستهلكوا معدل، يزودوا معدل استهلاكهم من الانيمال فود. طيب بعد كده قلنا سبلمنتيشن، يعني ايه سبلمنتيشن؟ يعني الفانر والغروبس محتاجين ياخدوا سبلمنتس فيتامينز مالتي فيتامينز. بعد كده قلنا فورتيفيكيشن، فورتيفيكيشن يعني ايه؟ يعني نجيب حاجه ما فيش فيها لياسين زي الميز فلاور ونحط عليها حاجه غنيه بالنيسين زي ايه؟ ميلت يعني الشعير ده غني بالنيسين، فينوجريك، الفينوجريك ده الحلبه غني بالنيسين، اليست الخميره غني بالنيسين، يبقى ده اسمه فورتيفيكيشن بس كده. طيب التوكسيستي بتاعت النيسين برضه زي كل مره الفيتامين توكسيستي حاجه واحده، خد فلاشنج هيدك. بس استنوا بقى، النيسين بقى التوكسيستي بتاعت حاجه مهمه قوي، بيعمل هايبر يوريسيميا وجوت، هايبر يوريسيميا وجوت، وبيعمل نوزيا وفوميتنج وضيارية وجونس، وبيعمل ساعات كاردياك ارسميا. كل ده نتيجة زيادة الفيتامين انتيك، ده زيادة الفيتامين انتيك. ومش كل الحاجات دي لازم تكون موجودة او كل الاعراض لازم تكون موجودة، ممكن حاجة او اثنين او اكتر. نيجي بعد كده نتكلم على الفيتامين سي. في الكتاب كده حتة زيادة، هو كاتب في الكتاب ان لو انا عاملها في المذكرة، لو الانتاج اكتر من 1 ملي جرام بيحصل حاجات اللي قلت عليه، ولو اكتر من 3 ملي جرام في جونتس والبروبين ليفل بيس اكتر واكتر بيحصل التهاب. الفيتامين سي، الفيتامين سي من الحاجات اللي كومن جدا في النظري، ان شاء الله متوقع السنه دي في 2016 الفيتامين سي مهم جدا، وفي الاوسكي اخر السنه ان شاء الله. الفيتامين سي السورس بتاعه بلانت بس، بلانت بس مش موجود في الانيمال اصلا. الفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد موجود في السيترس فروتس الموالح البرتقال والليمون والجريب فروت، في الجوافه، بيرز يعني التوت، بيرز يعني التوت، جرين بيبر الفلفل الاخضر، كولي فلاور الكروم الارنبيط وكابتش الكروم والتوميتوز، سبراوتنج بينز الفول النابت اللي بتحط في ميه وبتطلع له ايه البتاع اللي بتطلع ده اللي هو ايه، واحنا قلنا الميلك بور في الفيتامين سي. بصوا بقى عشان نعرف الديفيشنس بتاعت الفيتامين سي بتعمل ايه، اشهر حاجه السكيرفي. كلمه سكيرفي يعني ايه سكيرفي؟ اديس كاربوت، سكيرفي في واي على طول سكيرفي. ده بالعربي سكيرفي معناها مرض الاسكاربوت، سكيرفي. عشان نعرف الديفيشنس بتاعت الفيتامين سي بتعمل ايه، لازم اعرف الفيسيولوجيكال فانكشن، مع انه مش هيجي لي في امتحان فيسيولوجيكال فانكشن. الفيتامين سي تخيله مهم جدا في الماتريكس فورميشن، في البون ماتريكس فورميشن. فيتامين سي عشان كده نقص الفيتامين سي بيعمل اوستيوبروزس. اصل كلمه اوستيوبروزس اللي بتحصل في البوست من وزن في الميل او في كبر السن مش بسبب نقص الكالسيوم والفيتامين دي بس، لا، نقص البروتين ونقص الفيتامينز. فالفيتامين سي مهم عشان خاطر الماتريكس فورميشن، وكمان بيزود الابسوربشن بتاع الكالسيوم والايرون. فعشان كده نقص الفيتامين سي هياثر على العظم ويعمل اوستيوبروزس. الفيتامين سي له دور في الهيموباتيك سيستم على مستوى البون مارو، فبرضه الديفيشنسي في الفيتامين سي بتعمل انيميا. غير ان الفيتامين سي مهم جدا بناخده من ضمن المالتي فيتامينز كانتي اوكسيدنت، وكبيحسن الاميونيتي وانتي اوكسيدنت. يبقى الديفيشنسي بتاعت الفيتامين سي سكيرف، ده الاساس عندي، ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله، ده اللي هيجي لي في الامتحان. احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الحاجات اللي تعمل سكيرف، هاتوا بيناوي ده سكيرف، وايه المانيفيستيشن بتاعت السكيرف، وازاي نمنع السكيرف. لكن ممكن يعمل انيميا، ممكن يعمل اوستيوبروزس اكوردنج للفيسيولوجيكال فانكشن. نيجي نتكلم على الاسكيرفي، ايه هي الريسك فاكتور بتاعت الاسكيرفي؟ اول حاجه هتكلم عليها ايه؟ التايب اوف ايه؟ دايت. التايب اوف دايت في البيري بيري كان ايه؟ كان الرايس وانكريز الكربوهيدرات. التايب اوف دايت في البلاجا كان ايه؟ كان الميز. التايب اوف دايت في الفيتامين سي اللحمه. اول مره ناخد الانيمال فود يعتبر ريسك ده، لان الفيتامين سي موجود في البلد. طب الكوكينج ميثود، الفيتامين سي ممكن اللي في الاكل يتكسر، الخضار لو بتعملي فاصوليا خضراء او بتعملي كوسه او بتعملي اي حاجه خضار مسلوق، الخضار ده ممكن ايه اللي يكسره؟ تعرضه للهواء لو الحله مكشوفه، لو منوره النور جامد في المطبخ الاير او اللايت، او بتسخني الاكل الخضار بتهريه، الخضار المسلوق لما يتهري قوي بيفقد القيمه الغذائيه اللي فيه. الخضار الصحي اللي هو مستوي نص سويه،
او بتحط عليه الكالين بتعرض الكالين ميديا او الكاند فيجيتابلز او فروتس الكمبوت او الفواكه المحفوظه او الخضروات المحفوظه اللي هي بسمه وامريكانا وجيبراكس والحاجات دي كلها غلط لانها متقطعه ومتعالج في الفريزر فحصل اوكسيديشن للفيتامينز دي بيطلع حاجه اسمها بيروكسينس انزيم بيكسر الفيتامين سي اللي موجود في الـ في الـ في, الـ في الاكل ده برضو التخزين لفترات طويله كل الحاجات دي بتكسر الفيتامين سي فالكوكينج ميثود مهم قوي اهو الكوكينج ميثود او ميثود اوف كوكينج الهوست فاكتور بقى مين اكتر ناس عرضه ان يجي لهم سكيرفي ثلاث حاجات ده بحرف البي تاني مين اكتر ناس عرضه ان كان بيجي لهم بيليبيلي اللي هم الصينيين واليابانيين والهارد وركرز ومش عارف ايه مين اكتر ناس بيجي لهم بالاجره الفلاحين والناس اللي هم عندهم اكدنس واشتغلوا كتير في الغيط وعندهم بيهارسيا ومال ابزوربشن مين اكتر ناس بيجي لهم سكيرفي البودي فيدر ليش معنى البودي فيدر لان الميلك ورث الفيتامين سي طب ليه ما كتبش بريست ميلك فيدر لان الريسك ميلك بور اوف الفيتامين سي بس باي اقل بيمتص الفيتامين سي اللي في الميلك كله بيمتص عشان كده كاتب البودي فيدر ده البيت اولانيه اللي بيمتص يعني لو في مثلا كميه قليله خالص كلها بتمتص العيد بيستفيد منها لكن الفيتامين سي اللي احنا حاطينه في الباودر ميلك ده انريتش لا يمتص بينزل في الاستون ويمتص في الجزء القليل لا يعني مثلا كميه قليله بس يمتص منها 1/10 لكن كميه قليله بس يمتص كلها واحد تمام بعد كده بنقول البيت الثانيه البريجننت واللاكتيتنج اشمعنى البريجننت واللاكتيتنج يا دكتور علاء ليه البريجننت واللاكتيتنج عرضه اكتر للسكيرفي عشان انكريز الدماند انكريز الريكويرمنت ما انت لازم تجهز نفسك لاي سؤال تتساله عشان انكريز الدماند او الريكويرمنت البي اللي بعد كده بالعربي البحاره اشمعنى البحاره مش البحاره دول اللي هم السيلرز او الديزرت ترافلرز بيطلعوا في اماكن بعيده وبالتالي بيكون معاهم كاند فود وما بقاش معاهم الفريش فيجيتابلز اند فروتس يبقى احنا كده اتكلمنا على الريسك فاكتورز بتاعه السكيرفي طب ايه اعراض السكيرفي قال لي السكيرفي ده بيعمل حاجات شبه كل التخصصات الثانيه اكتبوا جنب رقم 1 روماتيزم يعني بيعمل ويكنس في الجسم كله ويعمل ماسل وجوينت ايه بين يبقى رقم 1 اكتبوا روماتيزم رقم 2 اكتبوا اسنان نقص الفيتامين سي بيعمل سبونج بليدنج جامز سويلنج في الجامز وبليدنج والسريشن ولوز تيس رقم 3 اكتبوا جنبها طوارئ مش احنا قلنا مهم عشان خاطر الهيموبايوسيس الهيموبايوسيس ده مهم جدا في الهيموبايوتيك سيستم فالهيموبايوتيك سيستم لو حصل افكشن يحصل انيميا ويحصل الهيموريج نزيف زي الطوارئ واكتبوا جنبها عظام بيعمل اوستيوبينيا ولو في سيفير ديفيشنسي يحصل يا دكتور عزت اوستيوبروز رقم 4 اكتبوا دايابيتس اللي عنده فيتامين سي ديفيشنسي او سكيرفي زيه زي اللي عنده مرض السكر بالظبط الهيلينج اوف الوند بقى ديكريز فرصه الهيلينج اوف الوند وانكريز اللايبيليتي للانفكشن تعالى جنب رقم 5 اكتب بطنه بيجيب هارت فيلير وبيروح لدكتور البطنه ولو واحده ست حامل وخدت فيتامين سي قليل اثناء الحمل هيحصل حاجه تخطف في النساء ولادها بالتفصيل اسمها بروم بريماتيور رابشر اوف ميمبرين فالسكيرفي مهم طب ازاي نمنع السكيرفي نفس السكيما اللي احنا متعودين عليها في جنرال بريفنشن مش مطروح في الكتاب خلاص وفي سبلمنتيشن وايديوكيشن وفورتيفيكيشن الفورتيفيكيشن مش مطروح في الكتاب يبقى احنا عشان نمنع السكيرفي عندنا حاجتين بس نيوتريشنال ايديوكيشن وسبلمنتيشن لو انت جالك شويه بحاره او شويه بدو في الصحراء وجيت كشفت عليهم لقيت عندهم سكيرفي تنصحهم بايه يعملوا ايه اول حاجه كونسامشن اوف تنصحهم بايه ياكلوا فريش فيجيتابلز اند فروتس وتاني حاجه تنصحهم بايه تاني ياكلوا فريش فيجيتابلز اند فروتس ما ياكلوش لحمه وتنصحهم بايه تاني في الميثود اوف كوكينج يبقى في بروبر كوكينج وستورج الايه للفيجيتابلز والفروتس رقم 1 اول نقطه اكتبوا جنبها 2 ديكريس جنب اول نقطه بس يعني ايه حله الضغط دي مش كويسه لا احنا المفروض نسوي الاكل حبه صغيرين ديكريز الكوكينج تايم ونغطي الحله ديكريز الايه الاير اكسبوجر وديكريز الهيت يبقى ده ديكريز 3 ديكريز التايم والهيت والاير 3 هما 3 مش 2 النقطه اللي بعدها اكتبوا جنبها 2 ميه 2 ميه يعني 2 ميه لو انت بتعملي فاصوليا خضراء او بوسه او اي حاجه
ما تحطش الفاصوليا في المية وتقوم تغلي مع بعضها، لان المية لو غلت معاها هتهريها. انت خلي المية تغلي الاول وبعدين حط الايه الفاصوليا. ليه بقى؟ عشان انت ما تستويش قوي، ما تهراش، يبقى بويل ووتر بيفور اديشن اوف الفيجيتابلز. الحاجه اللي بعد كده في المية برضو، انا قلت اتنين مية سوري، ليمون. الليمون غني بالفيتامين سي، وغير كده وكده بيمنع برضو تكسير الفيتامين سي اللي في الاكل. طيب بعد كده اتنين تقطيع، الاثنين اللي بعد كده اتنين تقطيع اللي هم ايه بقى؟ افويد كاتنج الفيجيتابلز والفروتس انتو سمول بيسز. كل ما اقطع اكتر اصغر كل ما هيطلع انزايم اللي هو البيركسيس انزايم، فيكسر الفيتامين سي اللي في الاكل. ودايما قال لك قطعي الخضار هاتيه طازه من السوق وقطعيه وقت الاكل وقت الطبيخ افضل. يبقى كاتنج ات لاين اوف كوكينج من الخضروات نفسها، كروما للفيجيتابلز ديت كل ما اصغر اكتر بيطلع ايه الانزايم ده اكتر، بتقل القيمه الغذائيه بتاعته اكتر، والخضار المحفوظ والحاجات المحفوظه دي كلها مش زي الحاجات الفريش. بعد كده حله وتلاجه. حله وتلاجه الكلام ده بيجي في الامتحان وهتحفظوه. لما نيجي نطبخ في حله الومنيوم او ستانلس ستيل ونحط الاكل في التلاجه عشان ما يحصلش ديستراكشن، احنا قلنا الفيتامين سي بيبقى ديسترويد بالاكسبوجر تو الهاي تمبريتشر. طيب فاضل عندي سبلمنتيشن. مين اكتر ناس محتاجين نعمل لهم سبلمنتيشن؟ الناس اللي في الصحراء، السيلرز والديزرت وركرز، ياخدوا معاهم ايه؟ فول نابت وحاجات فريش جيرمينيتد ايه فود وبتاع ده سيريالز، الحاجات الايه الفريش غنيه بالفيتامين سي. وكمان مين اكتر ناس محتاجين سبلمنتيشن يا دكتوره دعاء؟ البوت فيدر، لان الميلك ده غول في الفيتامين سي ولا ينقص. ياخدوا بقى عصير برتقال في الكورونا، عصير طماطم توميتو جوس او اورنج او ليمون جوس، مكتوب كده سهم كده خارج، ده التوكسيستي بتاعت الفيتامين سي في اخر يعني عشان ما تبقاش في مكان، يعني ده التوكسيستي بتاعت الفيتامين سي. زي ما الدكتور عبد الرحمن قال كلام حلو، قال الله ما الفيتامينات كده ما بتزيد هتنزل في اليورين، صح كلامه صح، لان هي ايه انت بتاكل حاجات سكريات كتير فيتامينات كتير، صح ولا لا؟ بتلاقي نسبه الجلوكوز عاليه عشان دي اوزموتيك دايري، فتقوم ايه تنزل في اليورين، هتمتص الميه اللي في الانتستين وتنزل في اليورين. ماشي يا عم صح، ده لو كان الانتيك 180 ملي جرام بردي، بس افرض بقى في ماسك انتيك بقى، فهمت الكلام؟ في انتيك بكميه كبيره جدا وصل لحد 1 جرام عندك في الكتاب. انتوا مساعدة مش معاكم الورق؟ لو الانتيك وصل لحد 1 جرام ما عادش بقى موضوع ان هي تنزل في اليورين، لا ده هتزود، احنا قلنا بيزود الكالسيوم ايه والايرن، فيدخلنا في كالسيوم وايرن ديبوزيت. ايه؟ سوري، بي اي ار معناها بوبليشن ادريس، بي اي ار معناها بوبليشن ادريس. انا بتكلم بسرعه لان الكلام سهل، يعني مش يعني الدنيا ماشيه. فبار معناها بوبليشن ادريس، انا كل اللي عايز اوصله ان انا عندي فيه اربع مواضيع كبار، بيجي واحده منهم دول اهم ووتر سولبل فايبرز. في عندنا البيريدين بتاع الرص والكربوهيدرات والسايلين في البلاجرا بتاع الدايريه والديمنشن والمونيتس والطرق، وفي بعد كده الايه الاسكيرتي، وفي بعد كده السايلوكوبولامين. طيب يبقى احنا دلوقتي يا جماعه بنتكلم في الايه؟ في التوكسيستي. لو الانتاج بقى وصل اكتر من 2 جرام ده بيساوي ايه؟ اكسيدات ايه؟ اكسكيوشن في اليورين، ويعمل حاجه اسمها اوكسيدات اسكوب. طيب نيجي نتكلم على السايلوكوبولامين. انتوا عارفين طبعا الفيتامين بي 12 ولا لا؟ ده عشان يمتص لازم في وجود بالراحه كده بالراحه. الفيتامين بي 12 ده عشان يمتص لازم في وجود الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور ده بيكون موجود بيتكون فين؟ في الاستومك في وجود ال اتش سي ال. فساعات بده اسم دلع مكتوب في الكتاب الجديد لفيتامين بي 12 اسمه ايه؟ مش انترنسيك فاكتور، ده الاكسترنس، يبقى اسمه اكسترنسيك فاكتور اوف كاسيت. يبقى الاثنين بيتحدوا مع بعض صح؟ في اكسترنسيك وفي انترنسيك. اذا كان الفيتامين سي السورس الوحيد بتاعه بلانت، فالفيتامين بي 12 السورس الوحيد بتاعه اللحم انيمال، خلاص خلصنا خلاص. نقص الفيتامين ديفيشنس بتاع الفيتامين بي 12 بتعمل ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا زي الفوليك اسيد ونيروباثي تاني. يبقى الديفيشنس بتاعت الصايمين بيليبيلي، بتاعت المايسين باللاجر، بتاعت الفيتامين سي سكيرفي، هنا ميجالو بلاستيك انيميا. انا عايز اعرف مين اكتر ناس معرضين يجي لهم ميجالو بلاستيك انيميا؟ اللي ما عندوش معده، اللي ما عندوش انترنسيك فاكتور، سواء حصل جاستريك اتروفي او شال الاستومك توتال او بارشال جاستريك، ما عندوش استومك.
أو فيجيتيريان. فيجيتيريان يعني إيه؟ ما بيأكلش لحم نباتي. أو سنه كبير، ما هو الكبار في السن ما بيأكلوش لحم. مش إحنا خدنا اللي في الفوليك أسيد عشرين على كتير والتوست، واللي عندهم كرونيك ديسيزز ما بيأكلوش لحم، ممنوعين من أكل اللحم. اللي عنده كيدني ديسيز أو المسنين، كل دول ما بيأكلوش لحمة. وفي دواء بيقلل الكلو الإيه الإتش سي إل في الاستومك، مش كده؟ بالظبط. بيعمل حاجة اسمها أكيور هاي، ماشي؟ طيب نقعد ندخل. طيب ازاي نبدا الفيتامين B12 ديفيشنسي؟ نفس الكلام، ان احنا ننصح ان يا جماعه امي جايه تقول لك الحق دي عندها ديفيشنسي ومش عارف ايه، هنعمل نشوف كام بيشتري ونشوف ياكل لحمه. طب في حد نباتي نعمل ايه يا دكتور عمرو؟ لو حد نباتي ياخد بقى الفيتامين B12 حقن انت لو في مصر او انت لو مصر. طب افرض حد ما عندوش انترنسك فاكتور، يبقى حتى لو ادينا حقن فيتامين B12 مش هيمتص، فلازم ندي كميه كبيره قوي قوي بقى من الفيتامين بي 12. يبقى لاكينج فور، او يعني ندي كومبنسيشن فور اللاكينج انترنسيك فاكتور. عايز بقى ادي كميه كبيره قوي عشان ايه؟ نحاول يمتص اكبر اي حاجه فيه. فقال لك بندي في الاول حقنه بتبقى الجرعه كام؟ 1000 ملي جرام بير دي انجكشن. 1000 ملي جرام انترا فينوس مثلا قد ايه؟ او انت مش هتفرق، بتاخد اثنين. الجرعة كام؟ 1000 ميلي جرام بير دي انجكشن انترا فاسكولار او انترا فينس. طب وبعدين هيفضل يمشي طول حياته، طول حياته فور لايف على مينتنس دوز، بس بدل 1000 ميلي جرام تبقى كام؟ 1000 مايكرو جرام، وبدل الديلي انجكشن تبقى ايه؟ مانثلي انجكشن. ده كمينتنس سيستم. اوعى تنسوا ان في ممكن الشخص ده يبقى اللي عامل له ديفيشنسي ان هو عنده باثولوجيكال كونديشن مال ابزوربشن، او عنده بارازيتيك ديزيز خدته في البرا السنه اللي فاتت وضيفله غصه ليته. فانا يبقى ممكن ايه ابقى عشان اعالج المشكله اعالج الباثولوجيكال كونديشن او البارازيتيك ديزيز اللي عامل فيتامين بي 12 ديفيشنسي. احنا كده خلصنا الفيتامين ايه؟ كسل يعني ستوك، كسل يعني ستوك. بعد كده هنيجي نتكلم على المعادن. ده خلصنا الفيتامين المينرال الكالسيوم. في مقدمه كده يا دكتوره ايه، ان الكالسيوم ده بيمثل من 1 لـ1.5 كيلو لمصري جسم الانسان، من كيلو لكيلو ونص. 99% من الكالسيوم اللي في جسمنا موجود في العظم والاسنان، 1% من الكالسيوم اللي في جسمنا موجود في الصوف فيشوس والبلد ليفر، لكن 99% منه موجود فين؟ في العظم والاسنان. في جدول كده حاجات كلها ما كانتش تيجي نظري، يعني جدول كده مقدمه ايه الحاجات اللي بتزود الابسوربشن بتاع الكالسيوم والحاجات اللي بتقلل الابسوربشن. فالحاجات اللي بتزود الابسوربشن اي بي سي دي، الايه اللي هي الجاستريك اسيتي، البي بروتينز واللحمه، والسي اللي هو الكالسيوم ليفل، والسي برضه انا بعتبرها ثايرويد وورا ثايرويد ماشي، سي برضه زي ما بتتنطق بعتبرها فيتامين سي برضه ماشي بيزود الكالسيوم ليفل، والدي اللي هو الفيتامين دي. الحاجات اللي بتقلل الابزوربشن في الكتاب مكتوب 4F، الفايتيك اسيد اللي موجود في الشاي. الشاي بيقلل امتصاص الكالسيوم، يعني الشاي بلبن غلط، وبيقلل امتصاص الحديد برضه. برضو انت عارفين طبعا الكالسيوم موجود في ايه؟ في اللبن والجبن، ده كانيمال سورس كارسينوجين، وموجود في البلاد في المونسيس اللي هو العسل الاسود، والسيسم يعني السمسم اللي بيتعمل منه الطحينه والحلاوه الطحينيه. هو موجود في الشاي الاحمر بس، الشاي الاحمر اللي بيقلل يعني المونسيس، ولا معرفش الشاي الاخضر ولا لا، معرفش معلومه مش متاكد منها قوي. تمام؟ بس طبعا هو الشاي الاخضر اعتقد ده فوائد، يعني مش بس ما اعرفش مجاز الماده هي ايه، اعتقد الشاي ده هو النبات، هو النبات. يا جماعه لو سمحتوا صلوا على النبي. نبدا نكمل كلامنا. الحاجات اللي بتقلل الابسوربشن بتاع الكالسيوم الاربعه اف اللي في الكتاب، فايتيك اسيد والفوسفيت، انتوا عارفين في علاقه عكسيه بين الاثنين، والفات والفايبرز. انا قلت من شويه الجاستريك اسيديتي بتزود الانتستين، بتبقى مالها الكالاين، فدي بتقلل الابزوربشن. والاوكسالات طبعا او الاوكسالك اسيد بيقلل الابزوربشن، وفي المويه بتقلل الابزوربشن بتاع الكالسيوم، اهمها الكورتيزون خصوصا لمده 3 شهور، حبوب منع الحمل والهبل،
كل الحاجات اللي بتقلل الابزوربشن بتاع الكالسيوم. الفيسيولوجيكال فانكشن بتاعت الكالسيوم برضو مش مهمه بس لازم نعرفها، مهمه عشان خاطر ثلاث حاجات: العظم، البون والمسل والنيرف. البون والنيرف والمسل. ممكن نزود حاجه رابعه للبلط عشان الكلوتنج فاكتور، فهو مهم جدا عشان الفورميشن بتاع البون والتيس، مهم جدا عشان الفانكشن بتاعت الموتور نيرف، مهم جدا عشان المسل سبيشالي الهارت، وطبعا خدنا الكالسيوم مهم جدا عشان الكلوتنج. يبقى الديفيشنسي بتاعته تعمل ايه؟ نبدا بالترتيب كده من هو صغير: ليكتس، اوستيوماليشيا، اوستيوبروزس، وفي السيفير كيسز هيموجوان. النهارده احنا هنتكلم على موضوعين مهمين، هنتكلم على الاوستيوماليشيا وهنتكلم على الاوستيوبروزس. هو ايه الفرق بينهم بالبلدي كده؟ الاوستيوماليشيا الاوستيوماليشيا مينرالز، لكن الاوستيوبروزس مينرالز بلس بروتين بلس فيتامينز. الاوستيوماليشيا يا جماعه في البنات اللي بيتجوزوا صغيره ما لسه الاستورز ما كونتش، ما خدتش وقتها، يبقى يونج فيميلز، وحصل كمان ايه؟ ريبيتد بريجنس. يعني هي يونج ومع ريبيتد بريجنس. كلمه اوستيوماليشيا يعني لين العظام، لين العظام، فده بيكون نتيجه نقص الكالسيوم اكتر منه فيتامين بي. لكن الاوستيوبروزس ده بقى ايه؟ اسمها هشاشه العظام، هشاشه العظام اوستيوبروزس. دي بتحصل اكتر، دي مش في الفيميل برضه، في ميل او ميل. يعني الاوستيوماليشيا ده في ميل، لكن الاوستيوبروزس في ميل وميل، بس اكتر في مين؟ وبتبقى بوست نرفوزا، وبتحصل زي ما الدكتوره دعاء قالت مش بس مينرال، لا ده كمان فيتامين وايه؟ وبروتين. نيجي للاوستيو ماليشيا، كتير جدا من الستات عندهم اوستيو ماليشيا، كتير جدا من الفيمين، عشان دايما بيتجوزوا وهم صغيرين وبيخلفوا كتير ورا بعض. فتلاقي تقول لك انا عظمي كله وجعني ومش عارف الحدد الوجع جاي منين. فحاجه اسمها ضال ايكنج بين، مش عارفه تعمل شغل البيت او مش عارفه تخرج او مش عارفه تشتغل، تعبانه ضال ايكنج بين، مش قادره تشاوي ايه اللي وجعها بالظبط. تيجي انت تفحص يبقى في تندرنس اوفر البوني بروميننس، وساعات عشان اللين بتاع العظام فيه الكالسيوم بوزيشن قل في البون، تلاقي في وادنج جيت ماشيه ايه رجلها وجعها او ماشيه بالظبط. لان بعد فتره يا جماعه بيحصل سوفتنينج في البون بتاع السباين والبلفس واللور ليمب، ولو ما التحقتش تدخل في ديفورم، ولو ما التحقتش اكتر من 60 ميلا تدخل في كده الهيمورج وكونفرجنس وبلاوي اكتر. في جدول في الكتاب عايزين نعرف ايه الحاجات اللي بتعمل اوستيوماليشيا، كلام سهل خالص، وازاي نمنع الاوستيوماليشيا. فنبدا كده مع بعض بالراحه، ما تقولوا انتوا يا جماعه ايه رايكم؟ انا قلت الاوستيوماليشيا بتحصل في مين؟ واحده صغيره واتجوزت وبتحمل على طول، يبقى ريبيتد بريجنس، يبقى عكسها تبقى ايه؟ فاميلي بلاننج وبريجنس سبيس. ديكريز الانتيك بتاع الكالسيوم والفيتامين دي، يبقى نمنعها ازاي؟ increase the intake of balanced diet. decrease the supplementation. ما بتاخدش supplements. يبقى تاخد supplements. indoor light. ما بتشوفش الشمس. يبقى ايه؟ تخرج بدون شمس او indoor light. او الادوية اللي بتقلل الكالسيوم ايه؟ absorption. ايه الادوية اللي بتقلل الكالسيوم absorption؟ معلش هو كتر الانتي كومبسنس. دي المفروض كانت تتزود كمان في الجدول. يعني الحاجات اللي بتقلل absorption اللي هم ايه؟ الكورتيزول والهيبرين صح؟ وزودوا كمان معاهم الانتي كونفلسنس وحبوب ملء الحمض الاولى كونتر سيتوكينز وحاجات ثانيه مكتوب الهايبوثايرويديزم او الهايبوباراثايرويديزم. مش احنا قلنا ان الثايرويد والباراثايرويد بيزودوا الابسوربشن، يبقى الهايبو بيقلل الابسوربشن من ضمن اسباب الاوستيوماليشيا. ان شاء الله السنه دي مهم جدا في الامتحان الاوستيوبروسس، من الحاجات المتوقعه اللي احنا قلنا سكيل في الاوستيوبروسس. الاوستيوبروزس هشاشه العظام كتير جدا في قرايبنا، يقول لك راحت عملت اشعه ديكسا. ديكسا دي اشعه معروفه اسمها فيول انرجي اكس راي ابسوربتومتر. ديكسا دي بتبين حاجه اسمها بودي مينرال دنسيتي، زي كده اللي يروح يعمل دايت ويشوف نسبه الدهون في جسمه، دي بتبين نسبه او كثافه الكالسيوم في العظم. احنا عارفين ان الكالسيوم 99% من الكالسيوم اللي في جسم الانسان في العظم. ففي جدول كده اللي خدوا الراوند هم اللي يفهموني، اللي ما خدش الراوند لسه هنبقى نقوله بعدين. خد فاكرين النورمال كيرف اللي هو الجلو شيبت كيرف، فبيقول ان في حاجه اسمها تي سكور، يعني التكس دي بيطلع لي تي سكور. تي سكور ده فاكرين النورمال كيرف كان كده صح؟ وكان في النص كده كان في مين؟ الميم اللي هو بيساوي الميديم بيساوي المود. وكنا قايلين ان في حاجه اسمها المين،
كنا قايلين ان في حاجه اسمها ستاندرد ايه ديفيشن او الانحراف المعياري. فقلت ده بص فاكرين زائد 1 وزائد 2 اخليها 2.5 مش مشكله يعني, وده اخليه ماينس 1 وماينس ايه 2.5. فبيقولوا ان الدكسة بتطلع لي حاجه اسمها تي سكور اللي بقيس بيه البادي مينرال دنسيتي. فبيقولوا لو التي سكور طلع اكتر من ماينس 1 ده حلو ده نورمال, يعني معناها بالماينس اهو بس ستيل لسه في ايه في النورمال. لو التي سكور اقل من ماينس 1 ستاندرد ديفيشن, عشان تبقوا فاهمين الكلام اللي في الكتاب مش بنقرا الكلام وخلاص. لو من ماينس 1 لماينس 2.5 حد فاهمني بيحصل حاجه, يعني بيحصل حاجه اسمها ايه البادي مينرال دنسيتي, بيحصل دي بنسميها اوستيو ايه بينيا. فاكرين من شويه لما قلنا الفيتامين سي ديفيشنسي بيعمل يا اما سكيرفي يا اما اوستيو بينيا او اوستيو بروزس. قلنا بيعمل سكيرفي او اوستيو بروز او انيميا. لما جيت شرحت السكيرفي قلت بيعمل اوستيو بينيا, لان لسه لو الفيتامين سي قليل بدرجه بسيطه يعمل اوستيو بينيا, لو قل قوي يعمل اوستيوبروزس. امتى اقول ان الست جالها اوستيوبروزس؟ بالمناسبه في ميلز 30 سنه 40 سنه اوستيوبروت لو في مشاكل عندها في الانتيك بتاع الميلك والحاجات هو صغيره بقى في كالسيوم ديفيشنسي او في مشاكل, فمش بيبان الا لما بتتجوز وتحمل وتخلف. فامتى يحصل اوستيوبروزس؟ لو التي سكور ها اقل من 2.5 ستاندرد ديفيشن, ده اللي هو الايه التي سكور اقل من 2.5 ماينس اقل من ماينس 2.5 ستاندرد ديفيشن, ده اللي هو الاوستيوبروزس. هيجي لكم السنه دي في الامتحان ان شاء الله من الحاجات المهمه الاوستيوبروزس, تعرفوا الديفينيشن بتاع الاوستيوبروزس والديكسا والسي سكور والريسك فاكتورز. الاوستيوبروزس كومون الايه عشان كل شويه اي بي سي دي كل شويه الايه كومون في الايه الست اللي سنها اكتر من 65 سنه والكحولي الحمد لله ما عندناش الالكحول. البي كومون اكتر لو هي بوست منوبوز مشاده الاوفرز, لان احنا عارفين ان في سينرجيزم ما بين يعني نقص الاستروجين والاوستيوبروز صح. الاستروجين بيحمي بيزود الكالسيوم ليفل في البلط. افكركم دلوقتي بحاجه حطها سنه في الفارما, يبقى البي معناها بوست منوبوز او شاده الاوفرز باي لاترال اوفريكتومي او وزنها البادي ويت اقل من 56 كيلو, صحتها تعبانه وضعفانه, او هي نفسها اتكسرت قبل كده واتكسرت مش نتيجه وقع ولا حاجه, حصل كده نون فراجايل فراكشر نون تروماتيك فراكشر نتيجه نقص الكالسيوم والريفاكشن اوف البون, او في فاميلي هيستوري اوف فراجيلتي فراكشر في العيله مامتها بنتها يعني العظم اتكسر لوحده من غير تروما. السي معناها او الاس معناها فيميل, السكس اكتر في الفيميل عن الميل. وسيدنتري لايف يعني ايه سيدنتري لايف؟ يعني ما بتشتغلش كتير, يعني تشرب بيبسي وحاجات كتير وحاجات سوفت درينكس وحاجات بتقلل امتصاص الكالسيوم وما بتشتغلش وما بتعملش مجهود ما فيش رياضه. والاس برضو معناها سموكرز. والدي دراجز اللي بتقلل امتصاص الكالسيوم, ايه هي الدراجز اللي بتقلل امتصاص الكالسيوم؟ الكورتيزون خصوصا لو في اول 3 شهور لمده 3 شهور كورتيزون, الانتي كونفالسنتس والهيبرين وحبوب منع الحمل. طب نعمل ايه؟ نمنع ازاي الاوستيوبروزس؟ ندي كالسيوم والجرعات بتتحمى الصم كالسيوم من 1000 ل 1500 مللي جرام بير دي, تاخد في دروبس اورال فيتامين دي من 400 ل 800 انترناشونال يونت بير دي, وتلعب رياضه عشان السبنتر لايف. تاخد استروجين هرمون ريبليسمنت ثيرابي, تاخد استروجين ده فور بريفنشن. فور تريتمنت ندي حاجه اسمها كالسيتونين نيزل سبراي, لان الكالسيتونين مش عامل شويه قايل ان الثايرويد والباراثايرويد بيزودوا الابزوربشن بتاع الكالسيوم, فاحنا بندي كالسيتونين اورال سبراي نيزل سبراي. وبندي البيسفوسفونيتس اللي بنحطها في الفارما, وحاجه اسمها سيرفس اللي هي السيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز عشان استفيد من الاستروجين اللي موجود في الجسم عشان نزود امتصاص الكالسيوم. الفلورين يا جماعه موجود, الفلورين موجود. انا طبعا الفلورين ده مش كومون, ده مش هو المهم. انا هشرح الفلورين النهارده اي كلام عشان ان شاء الله الحصه الجايه في جدول مهم بتاع الايرن والايرين. فاكرين الحصه اللي فاتت انا مليتكم في ثلاثه جلوبال انفشن هيلث بروبلمز, الفيتامين اي والايرن والايرين. الفلورين موجود في الشاي والسي فود والميه.
المية اللي بنشرب بوتابل ووتر. بوتابل ووتر يعني مية الشرب. بوتابل ووتر مية الشرب فيها قد ايه كلورين؟ 1 بارت بير مليون. 1 بارت بير مليون. لكن المية الجوفية او المية المعدنية فيها كلورين اكتر يا دكتور عبد الرحمن من اللي احنا عايزينه. فدايما اللي بيعتمدوا البدو اللي بيشربوا مية جوفية باستمرار بيجيلهم حاجة اسمها دينتال فلوروزس، ده الاكسس فلورين انتيك. لكن انا ما يهمنيش الاكسس، احنا قلنا التوكسيستي مش مهم قوي، لان كل الفيتامينز نفس المانيفستيشن بتاع التوكسيستي قريبه من بعض. انا يهمني الايه؟ الديفيشنس. فالديفيشنس بيحصل حاجه اسمها دينتال كيس، تسوس الاسنان او التوست كيس. برضه عاملين جدول حلو، جدول متقسم كده، ايه الحاجات اللي تعمل توست كيس ونمنعها ازاي؟ مكتوب في رقم واحد هما ناقص 4 اليمنتس مهمين، مكتوب كالسيوم وفوسفرس وفيتامين دي لوحدهم، والفلورين مكتوب لوحده لان اهمهم مين؟ الفلورين. يبقى ناقص الاربعه دول يعمل توست ديكي. طب نمنع ازاي؟ ان احنا نعطيهم ازاي بقى؟ يا اما عن طريق دايت او عن طريق ايه؟ السبلمنتس. يبقى ناقص اربع حاجات او زياده اربع حاجات، اللي هم ايه الاربع حاجات دول؟ طول النهار بقى الكاندي فود والسبايسي فود والسناكس والسوفت درينكس والشيبسي والمخللات والحاجات دي كلها والبيكل دي فود. يبقى نمنع ازاي الدنتال كيرس او التوست دي كي؟ ان احنا نقلل الحاجات دي كلها. في نقطه مهمه ثانيه اللي هي نيجليكانس اوف اورال هايجين، ما بنغسلش اسناننا بالفرشه. فالماوس اصلا فيه اورجانيزمز طبيعي، فتقول الاورجانيزمات اللي في الماوس تشتغل على مين؟ تشتغل على مين؟ على الفود ريمينتس، وتعمل فرمنتيشن لمين؟ الشوجر. يطلع ايه؟ لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد يعمل ايه؟ ديكاسيفيكيشن للمينا بتاعت السن. يوم الاحد ان شاء الله انا هوزع عليكم الامتحان بتاع الهيلث سيرفيسز، فاتمنى تذاكروه. والناس اللي عندها راوند ان شاء الله يوم السبت في حصتين ورا بعض الساعه 11:30 والساعه 12:30.